السلام عليكم ورحمة الله. تقول الآية القرآنية: وعاشروهن بالمعروف، وتشير الآية إلى فعل أمر وليس تخيير. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه من مصاديق العشرة بالمعروف إكرام الزوجة، من اتخذ زوجة فليكرمها، والإكرام يكون بأفضل مضامينه بحسن الخلق مع الآخر، فكيف إذا كان مع الزوجة أو من الزوجة إلى الزوج؟ من أفضل الأسس في الحياة الزوجية هي أن يكون الإنسان، يعني الكائن الزوج أو الزوجي، يمتلك حسن الخلق ويعمل به، يعني ما يترك حسن الخلق بأي وضع، لأنه الإنسان الذي يكون سيء الخلق مع أهله هذا الموضوع مؤذي جدا. وحتى نحن هون عم ننافي ونخالف الروايات، لأنه نحن روايات النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت بأكدوا أنه خيركم لأهله وأنا خيري لأهلي. يعني حتى مدارات العيال، مدارات الزوجة، هذا الموضوع من أصعب الأمور بالتجاوز على الصراط، هو أن يكون الإنسان سيء الخلق مع أهله. هذا الموضوع خطر جدا. وحتى مهما فعل الإنسان من عبادات، ومهما فعل من قضاء حوائج، ومهما فعل من أمور مستحبات، إذا كان سيء الخلق مع زوجته مع أهله، إذا الإنسان تحبط أعماله. من هون نحن بدنا نلتفت أنه من مصاديق العشرة بالمعروف الأولى والأساسية أن يكون الإنسان حسن الخلق، أن يكون هذا الزوج يعاشر زوجته بالمعروف، بالمحبة، بترجمة هذا المعروف إلى أفعال فعلا يكون عنوانها المودة والرحمة، وترجمة هذه الأمور إلى الصبر أيضا في الحياة الزوجية العملية. لأنه وقت نقول نحن حسن الخلق، يعني الصبر الجميل وليس الصبر القهري اللي بيبعتنا أو بيودينا لسبل التعايش في الحياة الزوجية، اللي هي جدا مؤلمة ومؤثرة على الزوجين، يعني على كلا الطرفين. هذا الأمر مؤثر ومحزن جدا. وكتير نحن بنشوف انه هون عكس العشرة بالمعروف هي العشرة بالقسوة والعشرة بالتنافر فيما بينهم، وهذا الموضوع ينعكس على الأسرة وعلى الحياة الزوجية والأسرية، وبالتالي يودي بنا إلى الأمراض الجسدية وإلى الأمراض النفسية، وبالتالي يكون مخالف للنص الإلهي وللأحاديث النبوية وأحاديث أهل البيت عليهم السلام. تقبل الله أعمالكم.